اعلنت وزاره شؤون الشباب والرياضه عن مواقع عرض نهائي كاس الخليج الذي سيجمع منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي الشقيق في السابعه من مساء يوم الاحد حتى يتسنى لجميع الجماهير مشاهدة المباراة وسيتم عرض نهائي كأس الخليج في سينما مجمع سيتي سنتر وسينما مجمع السيف اثنين وسينما مجمع الواحة بالجوفير إضافة لسينما مجمع وادي السيل وسينما مجمع الأتريوم كما سيتم عرض نهائي كأس الخليج على شاشات خارجية في المحرق بدوحة عراد والحد بحديقة خليفة بن سلمان والمنامة بساحل كربباد وكورنيش الفاتح كما سيتم العرض في البداية بحديقة وساحل أبو صبح إضافة ل في الممشى المقابل للرفاع فيوز